أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسلة حاء ألف من الرياض، تقول: إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لدي أسئلة أود من فضيلتكم الإجابة عليها. أول أسئلتها تقول: ما أفضل السور التي تستحب قراءتها في قيام الليل؟ ليس لقيام الليل سور مخصوصة، بل يقرأ ما تيسر معه من القرآن، لقوله سبحانه وتعالى: اقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: اقرأوا ما تيسر منه. فيقرأ المسلم في صلاة الليل ما تيسر له من القرآن من غير تخصيص بسور معينة، ما عدا ما يقرأ في الشفع والوتر. فالأفضل أن يقرأ في الشفع في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. هذا هو الأفضل. نعم.